مثلي مثلك. انا بس يعني احنا دلوقتي احنا تسلم حريصين على تسلم. مستقبل مصر القادم الى اين؟ ما ترجعوناش لعبد الناصر يعني. اجاوب. شوف يا دكتوره، عبد مستقبل الناصر، مصر، السادات، مبارك، الدكتور مرسي، كلهم زعماء مصر، كلهم لهم احترام طبعا. حضرتك تساليني يا دكتوره، تساليني عن مستقبل مصر. انا كنت قادم من اسبوعين من جنوب افريقيا، ارسل رساله الرئيس مرسي لمانديلا، اسره مانديلا ورئيس جمهوريه جنوب افريقيا. المخرج يا دكتوره ان حضرتك وانا والاستاذ الالفي وكل المصريين نتفق على الحريات العامه للجميع، دوله القانون، ما فيش عندنا طبقة فوق القانون وطبقة تحت القانون. احنا عايزين عدالة مش انتقامية زي ما بيحدث الآن، عايزين عدالة انتقالية، عايزين عدالة اجتماعية. مش ما ينفعش يكون عندنا بليونيرز ويكون عندنا ناس تبات في المقابر يا دكتورة. هو ده المخرج. أنا ثم نستمع لصوت شعب مصر. أنا لا أختلف معك في هذا. ومن يختلف معك على هذا السؤال؟ بس من يختلف معك يا سيد عبد الموجود على لا ما على على لا لا من يختلف معك على دولة القانون؟ من يختلف معك على الإصلاح؟ من يختلف معك على الحريات العامة؟ من اختلف معك؟ من أيد الانقلاب لا 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 يريد هي ثورة شعبية، ثورة شعبية. هذا الانقلاب لا تراه إلا الجماعة الظلامية، الجماعة المصنفة إرهابية، الجماعة التي تضع شعارا ماسونيا كبدج على ملابسها. طيب تفضل. يعني هو اتهمني شخصيا، لو تسمح لي أوضح له هذا البادج. هذا يمثل رمز من رموز ال سيدي الفاضل. سيدي الفاضل، مهما كانت الرموز أنت حر فيما لا تضر. بس مقاومة ضمن آخر جملة، آخر جملة لك، آخر جملة لك في نهاية البرنامج. آخر جملة تفضل أستاذي. مصر لابد لأبناء مصر أن يتفقوا على الحد الأدنى من الحريات، من الديمقراطية، من دولة القانون. هذه الحد الأدنى، ونترك بعضنا من بعض من التسميات والإتهامات، ونعرض أنفسنا جميل. على شعبنا المصري العظيم. إذا لا تقول انقلابيين.